السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا رابع راح أشرح لكم درس المياه في الطبيعة، وبالأخص دورة المياه في الطبيعة. المرة الماضية تكلمنا عن الموارد الطبيعية يا رابع، وحكينا بتنقسم لقسمين: موارد طبيعية حية اللي أخذناها هي النباتات والحيوانات، واليوم راح ناخذ عن موارد طبيعية غير حية ومنها الماء، إنه الماء من الموارد الطبيعية الغير حية. طبعاً وجعلنا من الماء كل شيء حي، هاي الآية كنا بنعرفها يا رابع، إنه ربنا جعل من الماء كل شيء حي، إنه كل الموارد الموجودة في الحياة بتعتمد اعتماد كامل على مين؟ على المياه. نشوف شو المصطلحات المطلوبة مني في هذا الدرس. مطلوب مني دورة المياه في الطبيعة، المياه السطحية ومياه الأمطار والمياه الجوفية. ركزوا معي كتير منيح بالفيديو، رح نلخص فيه شو يعني دورة المياه، رح نتعرف عن المياه السطحية الموجودة عندي على سطح الأرض، وشو يعني مياه أمطار وأشكال الهطل، والمياه الجوفية يا رابع. نبلش مع بعض بالفيديو عن دورة المياه. دورة المياه هي حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها الماء في الطبيعة. رح نشوف اليوم العمليات التي تمر فيها المياه، وش يعني دورة المياه. هي الحركة المستمرة للمياه. كيف تحدث دورة المياه؟ يلا نيجي نتعرف على دورة المياه. إن الماء طبعا هي من المواد الغير نافذة، لا تنفد أبدا، دائما موجودة، لأنه ربنا خلقها عندها دورة دائما مستمرة في الطبيعة. أول خطوة رح ترسل الشمس أشعتها إلى الأرض. حرارة، شو يعني حرارة؟ يعني المياه الموجودة على سطح الأرض رح تتسخن بفعل هاي الحرارة، وتبخر جزء منها إلى وين؟ إلى الأعلى، ماء المحيطات والبحار، هاي المياه السطحية يصعد إلى الأعلى عن طريق عملية. أول عملية هي عملية التبخر، تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية بفعل الحرارة. طبعا مش كل مياه المطر رح إيش مالها مش كل مياه البحار رح إيش مالها تصعد إلى الأعلى، جزء منها. وكمان عملية النتح اللي هو بخار الماء اللي طالع من وين؟ من أجزاء النباتات المعرضة للشمس. بدها يلتقي هذا الغاز أو بخار الماء بهواء بارد. ليش؟ شو بده يصير فيه؟ بده يصعد إلى طبقات الجو العليا وبتلاقى مع هواء بارد. لما يتلاقى مع هواء بارد بتكاثف وبكون لي غيوم. تاني عملية مرت فيها المياه اليوم التكاثف، اللي هي بتتحول بخار الساخن إلى قطرات ماء. هاي قطرات الماء بتتجمع مع بعض، بتتكاثف، بتتجمع مع بعض مشكلة الغيوم، تعطيني غيوم. الغيوم بتحمل هاي الأمطار وبتمشي فيها، بتتحرك من مكان إلى آخر، بس تتقل. شو بتعمل؟ تسقط المياه منها، تسقط على بشكل ثلاث أشكال، اللي هو يا مطر أو برد أو ثلج. إذا مياه الأمطار تسقط بثلاث أشكال، اللي هو بتصير عندي مياه برد أو ثلج أو مطر. هلأ بعد سقوطها على الأرض تجري المياه من المطر والثلج الدائب في الجداول نحو المحيطات والبحار، هاي المياه السطحية. وهكذا ترجع المياه من حيث بدأت، تستمر دورة المياه. إذا بالصور كمان مرة راجع دورة المياه بالطبيعة. حكينا في عندي عدة عمليات رح تمرق فيها. أول عملية عملية التبخر، اللي هي مياه السطحية، اللي هي زي مياه البحار والمحيطات، بدها تتبخر للأعلى، جزء منها بفعل أشعة الشمس تصعد إلى طبقات الجو العليا الباردة. بس تصير في المنطقة الباردة بتتكاثف، ترجع البخار الماء بتحول إلى سائل مكونة الغيوم. الغيوم تحمل هاي القطرات الماء وبتمشي فيها لحد ما تتساقط الأمطار والمياه اللي فيها على ثلاث أشكال: مياه مطر أو ثلوج أو برد. بعد ما تتساقط تترشح، أي إنها بتدخل إلى باطن الأرض، أو إنها شو بصير في عندي فيها؟ جريان سطحي، بترجع محل ما إجت من مياه المحيطات ومياه البحار. وهكذا بتضل هالعملية شو مالها يا رابع؟ مستمرة. يعني بتتبخر تتكاثف تسقط، تتبخر تتكاثف تسقط، عشان هيك عندي المياه ما بتنفذ أبدا. نلخص هاي الظاهرة كمان مرة ونراجع المصطلحات اللي كانت مطلوبة منا. طبعا دورة المياه هي حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها. أول عملية بفعل أشعة الشمس رح يصير عندي شو؟ عملية تبخر، تحول مياه السطحية اللي هي زي هاي بنسميها مياه سطحية إلى بخار ماء ويصعد إلى وين؟ إلى الأعلى. بتكاثف لما يصير في طبقات الجو الباردة، هي ثاني عملية، بتكونني إيش؟ الغيوم. الغيوم تتساقط الأمطار اللي فيها على شكل برد أو مطر أو ثلج، إما بتنفذ إلى باطن الأرض أو إنها بتروح بترجع لوين؟ جريان سطحي إلى الوديان، هي زي ما إحنا شايفين هون، أو المحيطات والبحار. وهاي العملية بتضلها شمالها يا رابع مستمرة، بترجع محل ما إجت، بترجع كمان مرة تتبخر و
فبتتكاثف وبتسقط مرة أخرى. إذا دورة المياه في الطبيعة حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها الماء. أول عملية تبخر، بعدين بصير عندي تكاثف، بعدين بصير عندي جريان سطحي أو دخول إلى باطن الأرض. هلأ حكينا الغيوم تحمل مياه، هاي المياه بتسقط على شكل مياه أمطار أو مياه سطحية أو مياه أمطار أو ثلج أو برد. مياه الأمطار هاي شو بيصير فيها؟ بتتوزع يا رابع على سطح الأرض إلى مياه سطحية اللي هي مياه البحار والمحيطات أو إلى مياه جوفية. شو هاي المياه الجوفية؟ موجودة في باطن الأرض، تتسرب جزء من هاي المياه اللي سقطت، مياه المطر بتسرب جزء منها، وين بدخل؟ عبر التربة إلى باطن الأرض، نكون مياه جوفية. وبهيك يا رابع بيكون أخذنا شو يعني دورة المياه.